انضم ايضا للمزيد من الشرح والتحليل عبر الهاتف الدكتور ايمن الرقب استاذ العلوم السياسيه بجامعه القدس. اهلا بك معنا يا فندم الى هذه التغطيه. تحياتي الاخت مرفت لكل السادات والساده المشاهدين والمتابعين الكرام. اهلا بك. كيف تابعت الهجوم الايراني بالامس على تل ابيب وتداعيات هذا وانعكاسه على مستقبل القضيه الفلسطينيه، او بعيدا عن مستقبل القضيه الفلسطينيه ربما التحرك العسكري القادم لاسرائيل في الاراضي الفلسطينيه؟ يعني في حقائق يجب ان لا نسقطها من الحسابات. اولا هذا الهجوم هو هجوم لحفظ ماء الوجه لايران بعد ان طبعا اسرائيل استقوت عليها بشكل كبير جدا، وكان الهجوم على القنصليه الايرانيه في دمشق طبعا هو اخرها، والرد كان طبعا ردا على هذا الهجوم كما هو معروف. حتى بيان الخارجيه الايرانيه، البيانات الايرانيه المختلفه كانت تتحدث ان هذا الرد جاء ردا على هجوم القنصليه الايرانيه في دمشق. لماذا لم يتم الرد على عمليات اخرى كانت في عمق ايران؟ لان هذه الرد سيكون مبرراته اقوى، لانه استهدف مكون سياسي واضح ومؤسسه سياسيه واضحه لم يسبق لاي دوله الهجوم بهذا الاتجاه الا في زمن الحروب المتواصله. وبالتالي هذه العمليه كما قلت هي عمليه رد او حفظ ماء الوجه ورد بعض الاعتبار لايران، خاصه ان العمليه تم اعلام واضح انه تم اعلام الاطراف الدوليه بمجملها عن هذه العمليه، توقيتها، تفاصيلها. ونعرف ان استخدام صواريخ تصل ومسيرات تصل بعد عده ساعات من طبعا من ايران الى فلسطين التاريخيه او فلسطين المحتله يستغرق عدة ساعات، فبالإمكان إسقاط هذه المسيرات أو الصواريخ أو انتظارها بشكل أو بآخر. وغير الهجوم المفاجئ بالعادة يكون طبعا أهدافه أكثر طبعا تحقيقا. أضف إلى ذلك أن قوة إيران الأكثر هي لدى حزب الله، ولكنه لم يستخدم هذه القوة وأصر أن يكون الرد من إيران أيضا لاعتبارات سياسية. أنا أعتبر بغض النظر عن كل ذلك هذا لا يؤثر على القضية الفلسطينية. فإيران أعلنت بشكل واضح أن الأمر يتعلق برد اعتبارها على ما فعله الاحتلال بها خلال سنوات طويلة، وكان أهمها كما أشرنا ما حدث في القنصلية الإيرانية في دمشق، وفي نفس السياق لا علاقة لها بالملف الفلسطيني. هذا شأن وهذا شأن آخر مغاير، رغم الشعارات والتفاصيل التي تتحدث عنها بإيران بالعادة أنها تدعم القضية الفلسطينية، ولكن الأمر جاء رد إيراني على ما لحق بها الاحتلال من أضرار. ولكن الضرب الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق ربما كان في إطار يعني فترة كانت إسرائيل تقوم بضربات عشوائية في سواء في لبنان وسوريا، وتزامنت هذا مع ضرباتها المستمرة في غزة. يعني كان هناك حالة كده من إسرائيلية عسكرية في كافة الأهداف العربية اللي هي دائما ما تستهدفها. حضرتك ما ربطتش كل هذه النقاط ببعض إنها أيضا هناك استفزاز لإيران في هذه الخطوة؟ لا يربط، لأن هذا سبق ذلك عمليات كثيرة نفذها الاحتلال الإسرائيلي حتى في عمق طهران، اغتيال طبعا عالم الضرب يزداد قبل أكثر من عامين في قلب طهران. أليس هذا دليلا؟ اعتراف نفتالي بنت رئيس الوزراء الاحتلال الأسبق قبل عدة شهور أنه في فترة حكم عام 2023 نفذ عدة عمليات في قلب طهران من ضمن اغتيال ديازادة. أكثر من ذلك أنه رفع علم إسرائيل على جسر باريس في قلب طهران، ولم ترد طهران بذلك بشكل مباشر الاحتلال الإسرائيلي، واكتفت بحروب طبعا الإنابة المختلفة والردود من قبل قواها المختلفة داخل المنطقة حزب الله أو الحوثيين أو المقاومة العراقية، ولم تقم بنفسها بالرد إلا هذه المرة، لأن الهجوم على كما شرط على القنصلية كان استهدافا سياسيا. لا يستطيع حتى مجلس أمن إصدار قرار بإدانة إيران في ذلك، وحتى الأمريكان نفسهم طبعا واضح أنهم ضغطوا على الإسرائيليين حتى لا يكون هناك رد. كابينت الحرب الذي عقد قبل انتهى الاجتماع قبل دقائق لم يخرج بقرار بالرد على إيران، وقيل نحن سنرد على سان جنتس في توقيت وزمان مناسب، وبالتالي ستجري العملية كما جرت قبل عدة سنوات، تستمر بعمليات الضرب والضرب المضاد. لكن أنا أعتقد هناك كان أصول للقواعد حتى الآن للشباك بين الأطراف دون الحديث عن ربط ذلك بالقضية الفلسطينية. منذ الأيام الأولى للحرب في كلمة حسن نصر الله وهو أمين سر حزب الله وأكثر المقربين لإيران، قال أن ما حدث في غزة هو شأن داخلي، شأن يخص الفلسطينيين فقط، وهي معركة الفلسطينيين ونحن سننصرهم. وظلت المقاومة اللبنانية ممثلة بحزب الله
طبعا تحافظ على. طب وهل ما يحدث في جنوب البحر الأحمر في اليمن تحديدا من قبل الحوثيين الذين أعلنوها مباشرة وصراحة أن ما يقومون به من اعتراض للسفن التجارية الأجنبية القادمة عبر البحر الأحمر أو باب المندب كلها ردا على ما تقوم به إسرائيل في غزة وما تقوم به ضد الشعب الفلسطيني؟ يعني إذن هي دائرة مرتبطة ببعضها يعني. وأيضا الاتهامات تقول أن طبعا إيران بتدعم حماس بشكل صريح وبشكل كبير، فبالتالي إسرائيل تعاقب حماس من خلال إيران. تعليق حضرتك على يعني أولا الحوثيين هم الجهة الوحيدة التي أعلنت أن ما تقوم به بشكل واضح هو لرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة، وأنها إذا تم وقف الحصار عن غزة وتم إدخال الغذاء والدواء لغزة فإنها ستوقف هذه العملية. هذا صحيح صريح. هنا سنذهب إلى منحنى آخر، هل كل القوى المقاومة طبعا تحتكم بأمر إيران؟ كانت الرد الفعل هو في هذا المستوى، فنعتقد كان أولى حزب الله بأن يفتح جبهة أخرى مع الاحتلال الإسرائيلي بشكل واسع وليس بما نراه الآن. لكن بغض النظر عن كل ذلك، اليوم نتحدث عن 6 أشهر وعدة أيام، 191 يوم و 190 يوم الحرب على غزة. الشعب الفلسطيني والشعوب الحرة في المنطقة نتأمل ممن يطلقون على نفسهم محور مقاومة أن يكون الأمر أكثر من ذلك. أختي الكريمة، عندما نتحدث عن أكثر من 40,000 شهيد ومفقود من الشعب الفلسطيني دون تحرك، هنا لا نتحدث عن دول تتحدث عن مساعدتها للفلسطينيين بقدر المستطاع وبقدر أولويات، نتحدث عن دول ترفع شعار سحق الاحتلال وأبد الاحتلال. يعني بعد عملية اليوم قيل إذا رد الإسرائيليين مرة أخرى فإننا سنزيل دولة إسرائيل عن الوجود. يعني هل بإمكان إيران أن تزيل إسرائيل عن الوجود وترفع شعارات إسلامية؟ فبإمكان بالإمكان أن تفعل ذلك والشعب الفلسطيني يبد. لكن بغض النظر عن كل ذلك، أنا أعتقد أن اليوم بعد 6 أشهر وعدة أيام في غزة لا توجد من يدخل الصوت لغزة، وإن كانت إيران تدعم حماس فهي دعمتها وحماس لا تنكر ذلك خلال سنوات طويلة ودعمت الجهاد الإسلامي وغيرها من المقاومة. لكن الآن غزة لوحدها تقاتل في هذه المعركة، في فقط يبقى من يحاول أن يضمد الجراح، يوصل بعد المساعدات الغذائية، يبذل جهد لوقف عملية القتل بالكلمة يعني حتى بزجاجة ماء تدخل رفع إلى صدر رمق شعبنا الفلسطيني، أمر مهم جدا. بغض النظر عن كل ذلك، كما أشرت ما حدث، إيران أعلنت بشكل رسمي أنها فقط للدفاع عن ذاتها ولرد اعتبار ما يقام به الاحتلال، لم تقل أنه دفاعا عن الشعب الفلسطيني. ولو كان هذا دفاعا عن الشعب الفلسطيني عليها أن تزيد من ضرباتها بشكل يومي لوقف الحرب. لم يذكر خلال حتى كلمة طبعا لا الخارجية ولا حتى الممثل إيران في الأمم المتحدة أن ما يحدث هو لرفع الضيم عن غزة، وبالتالي تأخذ الأمور بما يصدر من إيران ليس بتحليلات نحن كسياسيين. إيران بشكل واضح قالت أن هذه الضربة هي رد اعتبار بالضبط على هجوم بالتحديد هجوم دمشق. نعم، بشكرك شكرا جزيلا الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، شكرا جزيلا لك.